السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سعيد مانيو أول ظهور له على شاشات التلفزيون كان مع قناة الهداب، بيطمنكم عليه وكان اتكلم عن مدى الإصابات. الإصابة النفسية عندي أكبر من أي إصابة تانية. كان أكد أنه عنده خبط أو إصابة في ذراعه وفي الذقن وفي الوجه، وأكد أنه هو عنده فيديوهات اللي كانت على الكاميرا بتاعته هتكون قريبا عنده على القناة. طبعا بيطمنكم عليه بيقول لكم أنه هو مليح الحمد لله. وأكد سعيد ماني أنه أجرى بلاغ في الشرطة القطرية ضد صامويل إيتو، وكمان كان قال اللي فيه صحف كتير وقنوات كتير حبت تجري معاه حوار صحفي، وهو بيأكد لكم ان ناس كتير جدا متضامنة معاه واقفة معاه وهيكمل، وفي انتظار القضاء ليأخذ حقه من صامويل إيتو. ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو.